تم من توا قاعدين يخموا في أداء مناسك الحج، وفما خبر يقول اللي تم إلغاء شرط سن 65 سنة لأداء فريضة الحج. صحيحة الحكاية هذه ولا لا؟ توت سويت الإجابة. كل التفاصيل ناخذهم توا من عند كهيت مدير في الإدارة العامة للحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية سيد سمير بن صيب. صباح الخير سي سمير. صباح النور. صباح النور كافة السادة المستمعين الكرام. شكرا لك. إذن سي سمير، هل يعني المعلومة هذه تأكدها لنا اللي هي إلغاء شرط سن 65 سنة لأداء الحج؟ هو فعلا كان منذ تقريبا أيام قليلة كان عنا لقاءات مع وزارة الحج والعمرة عن تقنية التواصل عن بعد، وانطلقنا في الإعداد للموسم الحج الجديد من خلال عقد اجتماعات تحضيرية لما سيكون إن شاء الله في 9 جانفي القادم. معناها سيكون لوزير الشؤون الدينية إن شاء الله بالجمهورية التونسية لقاء مع وزارة الحج والعمرة لإمضاء ترتيبات الحج وترتيبات وأسس ومتطلبات شؤون الحج بالنسبة للجمهورية التونسية. خلال هذا اللقاء تناولنا معناها تقييم للموسم الفارط واستشراف للموسم الجديد إن شاء الله. فعلا هذه النقطة التي ذكرتي نقطة 65 سنة والتي معناها فرضت في الموسم الفارط، والكل يعلم أنه جاءت بناء على معناها ما كان يشهده العالم من انتشار لوباء الكوفيد كورونا. الموسم الجديد إن شاء الله بالإجراءات الجديدة إن شاء الله معناها سيكون رفع لهذه الشرط ورفع لهذا الشرط المتعلق بتحديد سن قصوى للحج ب 65 سنة. هذه نقطة من جملة النقاط التي تداولنا فيها، نأمل إن شاء الله ستدون في محضر الترتيبات اللي قلت إن شاء الله يمضيه وزير الشؤون الدينية يوم 9 جانفي إن شاء الله. هل يعني فما تاريخ للتسجيل للحج سيد سمير بن صيب؟ فما أجل يعني أجل للتسجيل 18 ديسمبر هكا؟ فعلا هو كما تعرف انطلقنا في فتحنا باب الترشح لموسم الحج هذا العام في 18 من الشهر الفارط 18 نوفمبر، وإن شاء الله تتواصل هذه العملية إلى غاية يوم 18 ديسمبر في دخول الغاية. نحن اليوم تقريبا تجاوزنا 150 ألف مترشح على منظومة الحج. معناها خلال بقية هالأيام هذه إن شاء الله تتواصل، وهي فرصة باش نذكر الراغبين في الترشح لموسم الحج أنهم يدخلوا إلى منظومة الحج وموقع وزارة الشؤون الدينية للتسجيل ولإتمام عملية تسجيلهم ضمن قائمة معناها قائمة المترشحين لهذا الموسم. قديش الحصة التونسية باش تكون للموسم القادم سيد سمير بن صيب؟ عندكم فكرة؟ هي تقريبا واحد في المية من مجموع المتساكنين هكا؟ نعرف اللي الموسم الفارط تم التقليص إضافة إلى ما الشرط 65 سنة، تم التقليص في عدد الحجاج إلى ما دون 50%، تقريبا 45% من الحصة التي كانت تمنحنا إياها السلطات السعودية خديناها الموسم الفارط بناء كما قلت على الأوضاع الصحية. إن شاء الله الموسم هذا كما النقطة تم رفع نقطة 65 سنة، إن شاء الله هناك وعود بأننا سنعود إلى الأعداد ما قبل الكوفيد، وهي تقريبا بواقع منها قرابة 11 ألف حاج. إن شاء الله النقطة هذه إن شاء الله أيضا هي تداولنا فيها، ولكن هذه كل ما تداولناه وما هناك ما وعدوا به معناها في انتظار التأكيد يعني في انتظار تأكيد ذلك خلال كما قلت لك معناها لقاء وزير الشؤون الدينية بوزير الحج والعمرة وإمضاء محضر الترتيبات. سيد سمير بن صيب، باش نختم بسؤال التعريفة، عندكم فكرة على معدل التعريفة الحج هذه السنة في يعني الموسم القادم؟ شوفوا بالنسبة للتسعيرة نتاع الحج اليوم ما نجموش نحكيوا عليها مسبقا بناء على انه كما قلت الترتيبات والمتطلبات ومتعلقات موسم الحج الى حد الان لم تصدر،
وبالتالي معناها اليوم مازال مبكرا على أن نحكي على تشعيرة الحج. فهمت إذا كما قلت إمضاء الترتيبات وبناء عليه نقوم بالتعاقدات اللازمة ثم استكمال كل الإجراءات ومن ذلك معناها نجم نحدد تسعيرة الحج للموسم الجديد. شكرا لك سيد سمير بن سيب كهيت مدير في الإدارة العامة للحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية على هذه المداخلة وهذه التوضيحات، وشكرا.